هذه الوحدة اللي تعتبر وحدة نموذجية هنا في المنطقة في مجال التسمين ديال العجول اللي تيتم الاستقبال ديالهم في العمر ديال 15 يوم حتى الشهر. دونك المرحلة ديال التسمين تتبدا من 15 شهر حتى 14 شهر 16 شهر كمعدل ديال العمر عند الذبح. من بعد هذه المرحلة ديال الحليب تندوزو للمرحلة الأخرى اللي تتغير الريجيم أليمونتير ديالهم، تيدخلوا ديزيليمون كومبوزي اللي هما خلاص من الإنتاج ديال الوحدة التابعة لتعاونية كوباك وحدة الأعلاف. دونك هاد ليزيليمون كومبوزي تيدخلوا في لاليمونتاسيون ديالهم في كل مرحلة بواحد النسبة وواحد لا كومبوزيسيون سبيسيفيك لكل كل مرحلة اللي تتكون بازي سور لاج ديال العجل والبوا ديالو. مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى تحسين جودة اللحوم الحمراء والرفع من الإنتاجية عبر تسمين الأبقار، وكذلك إنشاء وحدات متطورة من أجل ذبح وتحويل هذه الأبقار. هذه الاستراتيجية اللي جات به المخطط المغرب الأخضر نظرا لارتفاع متطلبات. بالنسبة للعشر الأواخر الأخيرة فإن شيئا ما لاحظنا تراجع بالنسبة لتربية الأبقار عند بعض الفلاحة اللي مشاو هما انسحبوا كاع من الميدان لصعوبات من بينها قلة الأمطار وارتفاع تكلفة الإنتاج الكلى عند الأبقار، لأن المنطقة تعتمد على السقي بالنسبة كلها. تنوجدو هنا أبقار نوع الهولشتاين المعروفة بإنتاج الحليب عالميا. في هذا السياق حنا مشينا لأن حتى المنطقة من الناحية المناخية هي مناخ هنا حار، وهي تتألم مع المناخ الحار شيئا ما بالنسبة لباقي السلالات الأخرى. أما بالنسبة لإنتاج الحليب فالحليب يسوق إلى التعاونية.